السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. جاي لكم النهاردة اكلمكم في حوار كلان ده، خلاص مبقاش في كلان، واتمنى من الشباب كلها محتاج اي حاجة في اي وقت كلمني. اخوك وافضل اخوك، واللي اتعامل معايا قبل كده واللي ما اتعاملش معايا، كلكم على راس. بس الناس اللي اعرفها طبعا حمو وتيكا وكاسبر وروليكس ايمو، كله على راسي. اتمنى لكم الخير دايما، ودايما افضل موجود طبعا معاكم في اي حاجه، واللي يحتاج اي حاجه في اي وقت يكلمني، انا موجود. بس خلاص، يعني بالنسبه لي ما فيش كلام. أشوفك على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. جاي لكم النهاردة اكلمكم في حوار كلان ده، خلاص مبقاش في كلان، واتمنى من الشباب كلها محتاج اي حاجة في اي وقت يكلمني، يعني.